طيب نروح لأرض الملعب وزميلنا كريم أحمد والأجواء ما بعد المباراة. اتفضل يا كريم. كابتن هيثم السعيد، طبعا برحب بيك في البدايه وبكل مشاهدينا وكابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي. اكيد مباراه الموسم النهارده، يعني هنتكلم عن كل الامور الخاصه بالتحكيم وخاصه بالفنيات مع الكابتن طارق محروس، طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي. انا مش هقول لك هارد لاك يا طارق، لان احنا كنا اعلى في الجيم بشكل كبير في بعض كده الامور اللي اكيد بتفرق مع النادي الاهلي، بعض الفاولات وبعض الصفارات اللي بتكون مش في توقيتها، لكن بشكل عام بتشوف المباراه النهارده ازاي وتقييمك ككابتن طارق للمباراه؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا لسه في الجيم، عندنا ماتش يوم الاثنين هنلعبه. الاولاد ادوا الشوط الثاني زي ما هو اتقال لهم التعليمات. طبعا الشوط الاولاني كان نازلين خايفين، ما ننساش ان المتوسط اعمار اللعيبه اللي موجودين 23 سنه، عندي 9 لعيبه اول مره يلعبوا. اللعيبه كانت برضك نازله المباراه عندها رعب من حراسه المرمى، لان طبعا زي ما الناس عارفه ان حارس الاول في مصر نمره واحد عصام مش موجود، فطبعا هم قلقانين في ان الطيار ان عبد الرحمن ما يكونش موفق، لكن عبد الرحمن حارس مرمى عملاق، حارس مرمى من حراس المرمى اللي ليه مستقبل كبير، راجل من اهم الاعمده اللي جابت لنا برونزيه كاس العالم. انا كان عندي ثقه فيه كبيره جدا، والحمد لله هو ادى على اعلى 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 مستوى. طبعا الخوف من القلق بتاع عصام كان في متوترين الاولاد في بدايه الماتش، لكن الحمد لله قعدنا معاهم بين الطايمين وقدرنا نرجع المباراه، وباذن الله نقدر باذن الله الفتره الجايه ان احنا ربنا يكرمنا باذن الله ان احنا نقدر نكسب يوم الاثنين جاي. انا عارف طبعا يمكن كابتن طارق ما بيحبش يتكلم على التحكيم، لكن في بعض الكرات النهارده كابتن طارق يعني صعبه جدا متشافه، ويمكن في حاجات خارج عن الاراده النهارده، الامر ده بيأثر على اللعيبه، بيأثر على الجهاز الفني، بيأثر على الناس ازاي؟ هو المشكله ان انت يعني كلمه دايما هكررها، المشكله ان انت فرقتك صغيره الاعمار، فاللعيب الصغير لما يحس بالقهر بيتعب قوي، وبالتالي بيبقى اداؤه في الماتش حسب الصفاره. فربنا يكرمنا الفتره الجايه باذن الله نقدر نعمل توازن. اصل انا ما بحبش اتكلم على الحكام، لان الحكام في الاول وفي الاخر بشر بيغلطوا وبيصيبوا، لكن باذن الله الماتشات الجايه باذن الله يكون توفيق حليفنا باذن الله. لسه الدوري في الملعب ولسه الموسم ما انتهاش، احنا عندنا خلاص بقى المباراه القادمه، هنعرف انها انت كابتن طارق وهتاهل اللعيبه ازاي نفسيا. الجانب النفسي انا عارف ان انت متميز فيه بشكل كبير جدا مع الجانب الفني، لان الجزء ده مهم جدا يا كابتن طارق. والله بص الاولاد كلهم يعني عندهم عزيمه يكسبوا، واديك شفتهم يعني انت خارج متعادل وزعلانين، ده دليل على ان فعلا هم نفسهم يعملوا حاجه. احنا بنوعد الجمهور ان احنا هنبذل اقصى ما عندنا، وعايزهم ان هم يشجعوهم، لان هم اولاد صغار السن محتاجين التشجيع، التشجيع بالنسبه لهم بيفرق، وربنا يكرمنا نقدر نكسب باذن الله. شكرا. كل الشكر اكيد وتقدير للكابتن طارق محروس طبعا المدير الفني للنادي الاهلي، مجهود كبير النهارده. كنا بنتمنى ان شاء الله يعني يا كابتن هيثم ان تكون المباراه من نصيبنا، لكن لسه الموسم ما انتهاش. لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه تكون في قمه تركيزها ويكون التوفيق معانا، وبنتمنى كمان بقى من طاقم التحكيم بالكامل اللي هيكون في المباراه القادمه يدي النادي الاهلي حقه فقط لغير النادي الاهلي، لو خد حقه في المباراه فنيا ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحصل على بطوله الدوري المحترفين. عوده ليك من جديد وكابتن هيثم السعيد. زميلنا كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما انت قلت يا كريم لسه في جوله فاصله من الاثنين، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي اكيد. خلينا نروح لسالة حامد مراسلتنا من ارض الملعب ولقاءات مهمه مع بعض اللاعبين، اتفضل يا سالة. برحب بك يا كابتن هيثم طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن معي في هذه اللحظات واحد من نجوم مباراه اليوم الكابتانو كابتن اسلام حسن كابتن فريق النادي الاهلي، طبعا برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا، الف شكر. كابتن اسلام، يوم يمكن شفنا ده النهارده اداء متميز واداء قوي جدا على مدى الشوطين، ولكن انتهت المباراه بالتعادل. الحمد لله رب العالمين، اولا على النتيجه ثم الاداء. اكيد النهارده الاداء بالنسبه لنا احنا ما كانش افضل حاجه، لكن برضه مهما كان انت مش في افضل حال، لكن قدرت ان انت المباراه تبقى سجال. اكيد فرقتين اقوياء بيمثلوا كره الميلاد المصريه وبيمثلوا منتخب مصر، فمباراه بتبقى يعني الناس كلها بتستناها، فالحمد لله رب العالمين على الروح اللي اللعيبه فيها، والحمد لله رب العالمين على النتيجه. وان شاء الله لسه قدامنا موضوع اتاجل جوله كمان، ان شاء الله نقدر نكسب في الماتش الجاي ان شاء الله. مباراه الفاصل يا كابتن اسلام، المباراه القادمه ان شاء الله هتستعدوا لها ازاي؟ بص انا لسه الكابتن ما قالش حاجه، بس اكيد من خلاص من النهارده احنا ماتش وخلص، خلاص كانه ما اتلعبش، لازم نبدا من النهارده الريكفري بتاعنا، وان احنا نحاول ندخل في اجواء مباراه تاني ونشوف اخطائنا في الماتش ده، وان شاء الله نقدر نصححها ونقدر نفوز بالدوري ان شاء الله.
لعيبه الاهلي كلها النهارده يا كابتن اسلام يمكن لعبوا بروح النهارده وعلى مدى الشوطين يمكن ادوا اداء متميز واداء قوي جدا، ولكن يعني المباراه النهارده انتهت بالتعادل. يمكن انتوا استعديتوا الايام اللي فاتت برضو دخلتوا في معسكر واستعديتوا بشكل قوي جدا، ويمكن ده شفناه امبارح في مباراه الزور. طبعا بقى لنا كتير من احنا ده نهايه الدوري، فاكيد الحاله البدنيه بتبقى طالع نازل، ما بتبقاش احسن حاجه في المباراه، بتبقى في لعيبه كتير بتتعب، بس الحمد لله احنا عندنا 18 لعيب بيقدروا يلعبوا في اي وقت، الدكه كلها بتشترك، اللعيبه كلها بتشترك، ف ان شاء الله ان شاء الله نقدر ان احنا نلحق ان احنا نعالج اخطائنا بسرعه وان احنا نفوز بالماتش الجاي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله. ميرسي جدا يا كابتن. شكرا سنه. شكرا. يمكن ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع كابتانه كابتن فريق النادي الاهلي كابتن اسلام حسن، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا، وخلينا نروح لكريم احمد ولقاءات مهمه تاني. اتفضل يا كريم. بجد تحيه لك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، طبعا كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انا معايا طبعا كابتن محي صلاح مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي، اللي اكيد ليه دور كبير جدا سواء في مستوى الطيار اللي احنا بنشوفه، ايضا كمان في مستوى عبد الرحمن النهارده المتالق بشكل كبير. برحب بيك طبعا في البدايه كابتن محي، وبهنيك على الاداء المميز بالنسبه لحراسه المرمى. التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا، لكن لسه الدوري في الملعب. شايف المباراه النهارده ازاي، وشايف اداء عبد الرحمن النهارده في المباراه ازاي؟ اهلا بيكم ومسي على كابتن هيثم وعلى ضيوفه. والله المباراه انا بس كنت عايز اقول بس حاجه، يمكن عبد الرحمن بيلعب مباراه وهو مصاب، يعني عاملين بنأهله بقاله كام يوم كده، عنده اصابه مش عايز يعني اقولها بكنا فين يعني. وهو بصراحه عمل ماتش كبير، ولان هو يعني بيلعب وهو مصاب وهو لوحده، انت عارفين قصه التيار والمسحه وكده، فعمل مباراه كبيره. وماتش الاهلي والزمالك ملوش اي حسابات، ملوش يعني، هو بماتش بغض النظر مين احسن مين افضل مين لياقته احسن، بيبقى هو ماتش ليه حسابات خاصه، ليه حسابات خاصه. لسه الماتش في الملعب، وبقول لك يعني عن طريق قناه النادي الاهلي، اعتقد يوم الاثنين ان شاء الله احنا اللي هنكسب. هم تعبوا في اخر 10 دقائق، احمد حسام تعب جاله شد، مصطفى خليل تعب، احنا لياقتنا افضل ان شاء الله. ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يوم الاثنين ان شاء الله هنكسب ان شاء الله باذن الله. وهو ماتش بيبقى زي ما قلت لك ليه حسابات خاصه وحسابات ثانيه يعني، فربنا يسهل، لان هو في حاله اللائحه بتقول في حاله التعادل على لقب الدوري بيتعادل الماتش، بيبقى فيه ماتش فيصل يوم الاثنين، لو تعادلنا في الوقت الاصلي بيبقى فيه واحد اكسترا تايم، بس واحد اكسترا تايم بس، 5 دقائق وخمس دقائق، وبعد كده رميات 7 متر، يعني مفيش اكسترا تايم تاني. فيوم الاثنين ان شاء الله هيبقى هو ده ان شاء الله. ان شاء الله عايز ارجع معاك لحراسه المرمى تاني، ويمكن انت قلت يمكن عبد الرحمن عنده اصابه، لكن ده بيحتاج منك مجهود نفسي، انت تاهله نفسي، لان يمكن راجل داخل بضغوطات كبيره جدا، غياب التيار قوه ضربه كبيره جدا للنادي الاهلي. كابتن محي اتكلم مع عبد الرحمن قال له ايه قبل المباراه؟ عبد الرحمن احنا من يوم الاثنين قعدنا 2 3 4 تاهيل نفسي وتاهيل طبي وكل حاجه، يعني احنا 2 3 4 ولعب ماتش الخميس كان الحمد لله كويس، ولعب النهارده الحمد لله وصد. خلي بالك احنا كنا خسرانين، وصد كره اللي هي انفرادات من ناحيه الدرع، كمان من انفراد بين 1 و2 في توقيت، يعني توقيتيه تصد عبد الرحمن طه في الشوط الثاني كانت مهمه قوي ورجعت الفريق. فان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يكون التيار برضو يعني المسحه ان شاء الله تكون سلبيه باذن الله، وان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله هيبقى ماتش ان شاء الله تباركوا لنا بقى ونبارك لكم ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محي صلاح طبعا مدرب حراس المرمى ليه للنادي الاهلي على الجهد الكبير اللي بيبذل هو ايضا كمان، والكابتن طارق محروس. يا رب ان شاء الله يا كابتن هيثم باذن الله مباراه يوم الاثنين نفرح مع فرقتنا ان شاء الله، بطوله غايبه من 2018، لكن ان شاء الله القادم يكون افضل لابطال النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن هيثم السعيد. زماننا كريم احمد شكرا جزيلا، وخلينا نروح لسالة حامد واستكمال اللقاءات المهمه من ارض الملعب. اتفضل يا سالة. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن معي في هذه اللحظات مدير فريق النادي الاهلي كره اليد كابتن هاني النجدي. كابتن هاني طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي. ويمكن شفنا النهارده يعني في مباراه اليوم لعيبه النادي الاهلي طوال يعني شوطي المباراه قدموا اداء متميز واداء قوي، ولكن انتهت المباراه بالتعادل. هي الرياضه كده. بس انا اللي عايز اقوله بسم الله الرحمن الرحيم الاول، طبعا تحياتي لكابتن هيثم وضيوفه الاعزاء كابتن يحيى وكابتن حسام وكابتن عبد الوارث. النهارده يعني المباراه كانت سجال طبعا، الحمد لله ظروف الفطار دي ولعيبه مش عارفين نفطر مش عارفين ناكل،
اللعيبه مقصر الموضوع ده معاهم في الملعب شويه، واحنا بلغنا طبعا الاتحاد كان المباراه المفروض يوم الاثنين الساعه 9. انا اتكلمت معاهم دلوقتي لان اللعيبه فعلا الموضوع صعب قوي، فقالوا لنا ان المباراه ان شاء الله هتبقى يوم الاثنين الساعه 10، وان شاء الله هنشوف فريقنا ان شاء الله حاجه كويسه باذن الله ان شاء الله. كابتن هاني شايف مباراه اليوم ازاي امام نادي الزمالك؟ يعني في اخطاء مش عايز اتكلم فيها طبعا، واكيد الساده الحضور هيقولوا اللي هم شافوه. احنا لعيبتنا الحمد لله على قد المسؤوليه وعملوا مباراه كويسه جدا، واعتقد ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه هتشوفوا فريق مختلف تماما. طه كان لعيب ممتاز، حارس مرمى ممتاز، وطبعا الاصابه بتاعت عصام ربنا يشفيه، يعني ان شاء الله باذن الله هتفرق كتير. عصام الطيار لعيب كبير، وانا شايف ان لعيبتنا كلها على قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله هتشوفوا حاجه كويسه في المباراه الجايه. كابتن هاني طمنا على كابتن محمد طبعا الطيار حارس مرمى في النادي الاهلي بعد ما اعلن باصابته بفيروس كورونا. والله بص انا مش عايز اتكلم في حاجه علشان خاطر ممكن ده يبقى يقولوا لا علشان الاهلي وكده. احنا عملنا له المسحه اتعملت له 3 مرات، مرتين منهم سلبي ومره ايجابي، ولما عرفنا ان المره الايجابي دي رفضنا ان احنا نلعب المباراه، لان ما مش يعني واحده سلبي واحده ايجابي الكلام دوت. عشان كده احنا منتظرين طبعا عصام ربنا يشفيه ان شاء الله باذن الله، المفروض بكره او بعده ان شاء الله هنعمل المسحه الرابعه ليه، وربنا يقدم في الخير ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني قبل ما اختم معاك، المباراه يعني مباراه اليوم انتهت بالتعادل، ولكن لسه الدوري ما اتحسمش، وان شاء الله المباراه الفيصل القادمه ان شاء الله يوم الاثنين، شايف المباراه ازاي وازاي هتستعدوا لها؟ والله طبعا الاستعداد زي ما شايف احنا بقالنا اسبوع طبعا تمارين، وكابتن طارق محروس طبعا المجهود اللي بيتعمل للعيبه، احنا عندنا لعبنا امبارح والنهارده، مستحيل طبعا بكره هيبقى فيه تمرين لان فعلا اللعيبه مجهده، فهيبقى فيه لحد ان شاء الله تمرين باذن الله ونخش المعسكر، ويوم الاثنين ان شاء الله المباراه هتبقى الساعه 10 هنا ان شاء الله في صاله حسن مصطفى، وان شاء الله التوفيق باذن الله للنادي الاهلي ان شاء الله. اكيد يا كابتن ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن هاني. شكرا مشكور. سلام طيبين. يمكن ده يا كابتن هيثم لقائنا مع كابتن هاني النجدي مدير فريق النادي الاهلي لكره اليد، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلا حامد وكريم احمد بشكركم على المجهود الرائع اللي اديتوه من هناك من ارض الملعب، وكل التوفيق طبعا النادي الاهلي يوم الاثنين. مباراه طبعا زي ما حضراتكم سمعتم من خلال كريم وسلا، المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 10 مش الساعه 9.